في هذا المكان الجميل كي نحتفل كعائلة واحدة بتكريم فلذات أكبادنا مستقبل هذا الوطن العزيز. فبقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة نرحب بكم جميعا ونشكر لكم حضوركم. نظمت منظمة بنفسج بالتعاون مع هيئة الرياضة والشباب حفلة تتويج أبطال أولمبياد رياض المستقبل بمشاركة أكثر من 250 مدرسة في مدينة إعزاز. وحضر الحفل مستشار وزارة الرياضة والشباب التركية في المنطقة الأمنة السورية وممثلون عن حكومة السورية المؤقتة، إضافة إلى مدير مكتب منظمة بنفسج ومدير مكتب الرياضة والشباب في المدينة. وتم خلال الحفل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والثانية في مختلف المسابقات. ويأتي هذا الحدث تأكيدا على أهمية الرياضة في تعزيز التعاون وتنمية مهارات الطلاب في مدينة إعزاز. الشعب السوري في كل منصات الدولية بألعاب الفردية وألعاب جماعية بإذن الله تعالى. كوزارة شباب ورياضة يعني قدر الإمكان نسعى لأولا نؤسس المنشآت الرياضية حتى. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لأخوة المشاهدين والمتابعين لوكالة أنباء الفرات. اليوم قمنا بالتكريم الأولمبياد الأولى المتوسطية وشارك على هذه الأولمبياد أكثر من 250 مدرسة وطبعا آلاف من الطلاب بست الألعاب. وطبعا دامت هذه التصفيات لمدة 4 أشهر، وبالنتيجة اليوم الحمد لله قمنا بالتكريم الرياضيين الشباب، إن شاء الله هم يمثلون الرياضيين المستقبل. وطبعا الهدف من كل هذه الفعالية هو تعزيز الفكرة يعني الرياضة بنفوس كل الشاب والشابة. طبعا بنفس الوقت يعني نحن أيضا مهتمين جدا أن تمثل هذه العلم بكل المنصات الدولية، فهذا هو الهدف للأولمبياد التي قامت ويعني نظمت المؤسسة البنفسج. فطبعا لابد الشكر لأخوة القائمين والمساهمين والداعمين وأيضا الإعلاميين، لأنه هن الأعمدة الأساسية بإنجاح هذا العمل. وبعدين حيكون محور التكريم إن شاء الله لشبابنا الأساسيين اللي شاركوا بالأولمبياد اللي استمروا بالألعاب الأربعة على مدى 3 أشهر أو 4 أشهر، بدأت بالمرحلة الأولى يعني بمسابقات على مستوى كل منطقة وبعدين انتهى. شارك مركز رعاية الشباب في مدينة صوران بالتعاون مع مدير التربية بأولمبياد رياضي المستقبل بلعبة كرة قدم باسم فريق السلام، وبعد منافسة قوية من المراكز أعزاز مارع أخترين راعي المخيمات حققنا المركز الأول بعد فوزنا على مركز الراعي في المباراة النهائية، وتم اليوم تتويج فريقنا بالمركز الأول. كل فخر ودعم، فأنتم الأمل وأنتم المستقبل. ذاهبة واهتماماتكم بالمواهب والقدرات. اليوم تكرمنا ببطولة الأولمبياد اللي قامتها منظمة بنفسج لكرة القدم المركز الثاني.